كابتن سامي مساء الخير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هاني واهلا بيك يا سام، وطبعا مبروك عليكم ومبروك على النادي الاهلي ومجلس الاهلي ومجلس الاداره كل المنظومه الحمد لله، وربنا ان شاء الله يديمها ان شاء الله دايما علينا. الف مبروك. الف مبروك. كنا بنتابع امبارح طبعا الاحتفاليه الكبيره وكل ده كابتن سامي، طبعا كل ده يعني انت بتنسى كل التعب وكل المجهود الكبير اللي اتعمل، لكن احنا كمان عايزين نعرف احساسك ايه في الملعب امبارح وانت جنب درع الرقم 42 للنادي الاهلي، وكمان تشرح لنا الموسم الطويل الصعب اللي كان فيه تحديات كبيره جدا على المستوى الفني وعلى مستوى اللاعبين وعلى مستوى السوشيال ميديا، ازاي ان انتوا في الاخر بتحققوا هذا الرقم القياسي والفوز ببطوله غاليه جدا، هي مش غريبه علينا اتعودنا عليها، لكن هي بطوله الدوري رقم 42. زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هي مش غريبه عن النادي الاهلي طبعا، لكن هي بطوله طبعا محببه لينا ولجمهورنا. حدث طبعا هذا بالفخر الحمد لله. اللي انت بتشوف برضه تركيز الناس، مجلس الاداره وتفكير جمهور النادي الاهلي، اللي انت بتعمل بتسمي دوري ده دوري سليمان، قد ايه النادي الاهلي ده كبير وقد ايه النادي الاهلي ده عظيم، وقد ايه بتفكر دايما في اللعيبه وتفكر في الجمهور وتفكر في كل المنظومه اللي بتنتمي للنادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت موسم من اطول المواسم في الكره المصريه. حضرتك داخلين في السنه الثانيه ليه، يعني تحديات كبيره جدا في السنتين اللي فاتوا كده. اعتقد ان اصعب دورين مروا في تاريخ النادي الاهلي اعتقد ال 41 وال 42، تحديات صعبه جدا، ضغوطات كبيره جدا، وناس حاولت تعرف مصيره النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الحمد لله يبقى كبير ويبقى رقم واحد في الوطن العربي وفي افريقيا على مستوى العالم كمان دلوقتي يا كابتن، كمان على مستوى العالمي بيحطم ارقام قياسيه على المستوى العالمي كمان من خلال عدد البطولات، وده شيء يعني رائع وشيء يدعو للفخر يعني. طبعا كابتن سامي انا عايز اسال حضرتك عن التاجيل، النهارده خلاص يوم المباراه النهائيه يوم 27 الشهر، عايزه يعني اتكلم معاك وتطمن كمان جمهور النادي الاهلي الكبير، ازاي النادي الاهلي هيستغل فتره التاجيل الطويله دي؟ احنا عارفين طبعا ان قد يكون التاجيل مش في صالحنا، مش هقول كده، بس طبعا لو كنا كملنا على طول المشوار ولعبنا يوم 6 كان ده اكيد هيفرق كتير قوي مع فريقنا، بس ازاي نستغل الفتره دي في اعداد الفريق مره تانية ونكون حتى اقوى من المباراه اللي احنا اديناها هنا مع الوداد المغربي في الشوط الثاني. هو طبعا زي ما يعني كل تاخيره طبعا اكيد ربنا كاتب فيها خير، ويمكن هي عالم ان الواحد دايما بيامل في ربنا كل خير. احنا كنا مستعدين الحمد لله، كنا وصلنا لحاله فنيه كويسه وكنا مستعدين كويس، ويمكن احنا كان كل تصورنا حتى قبل المباراه الاخيره بتاعت الفيش ان احنا ريحنا عدد اللعيبه برضه عشان يكونوا جاهزين للمباراه النهائيه، لكن الحمد لله احنا مقدرين كده ومقدرين الظروف اللي بتحصل. عندنا فتره بقى حوالي 27 يوم نقدر نستعد كويس، لكن عندنا طبعا لعيبه راحت المنتخب، لعيبه برضه محتاجه ان هي تاخد راحه، لعبت كثافه نشاط كبيره جدا، في لعيبه بقى لها فتره كبيره جدا ما تسافرتش مثلا زي اليو ديانجي واليو باد جونيور، المهم برضه ان هم ياخدوا راحه. في لعيبه عندنا برضه هتروح ان شاء الله المنتخب، في عندنا زي لعيبه منتخب مصر، في علي معلول طبعا، في جيرارد برضه، فاعتقد يعني ان شاء الله نتجمع على يوم ان شاء الله 16 او يوم 17 ونبدا ان شاء الله الاعداد، لكن احنا عندنا برضه اتجاه ثاني للعيبه اللي هي بطوله دلوقتي واللعيبه الناشئين، وازاي نعمل اعداد خاص ليهم وان شاء الله لحد ما نكتمل ثاني ونستعد ان شاء الله للبطوله اللي كل جمهور النادي الاهلي بيتمناها واحنا بنتمناها، وزي ما وعدناكم اللي احنا هنقاتل لحد اخر نفس فيها ان شاء الله عشان نحقق الحلم ده لينا والجمهور النادي الاهلي. اللعيبه الشباب بدون قطع كلامك، اللعيبه الشباب امبارح او البدلاء اللي اعتمد عليهم موسيماني امبارح كمان عايزين نحييهم تحيه خاصه طبعا، ونقول ان ده يعني دول مستقبل النادي الاهلي ومستقبل الكوره في مصر يا كابتن سامي. طبعا فانا عايزه احيي فخري برضو كان معانا النهارده في السادسه الولاد كلهم اللي لعبوا ما شاء الله الشباب، تحيه خاصه وتحيه لموسيماني وليك طبعا والكابتن سيد عبد الحفيظ، لان امبارح برضو ظهروا يعني بشكل لائق بشكل النادي الاهلي. بص والله سام، طبعا انت قلت حاجه مهمه جدا، ويمكن ده تفكير المجلس وتفكير الكابتن وتفكير لجنه التخطيط ومع مستر موسيماني برضو، ان احنا عندنا مواهب كبيره لازم نستغلها، ويمكن الراجل شغال في الاتجاه دوت، عندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا امكانيات جباره، عندنا امكانيات كويسه جدا، فخري ما شاء الله عامل اداء كويس، ان هي الحته كمان دي مش بتاعته، لكن هو اداء كويس جدا العربي كده عربي بدر طبعا هادي برضو ما شاء الله قبل كده شوير عامل برضو اداء كويس، إيه عندنا شكري لسه ان شاء الله برضه في الطريق ان شاء الله، عندنا ميدو، عندنا
لعيبه ان شاء الله عادل، وعندنا لعيبه كثيره كثيره ان شاء الله نقدر خلال الفتره ديت الراجل يتفرج عليها بشكل كويس ويقدر ان شاء الله يكون لهم دور، لان في الاول والاخر انت لما بتطلع حد من الناشئين بيبقى عارف قيمه النادي الاهلي ومتعود على البطولات ومتعود يلعب تحت ضغوط. فاعتقد دي من الحاجات الايجابيه برضه اللي احنا ماشيين في اتجاه صح فيها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكملها لنا على خير، وهم ان شاء الله ياخدوا الثقه ويكسروا ان شاء الله يكسروا الدنيا. وباين يا كابتن سامي كمان من اداء الاولاد الصغيرين ان هم يعني عندهم ثقه في نفسهم، وده مهم جدا. اكيد انتوا برضو عندكم دور كبير جدا مع الاولاد الصغيرين من كلامكم من قبل المباراه بعد المباراه. كمان عايز اتكلم معاك على ان شاء الله فتره الاداء بتتكلم عليها ومباريات كاس مصر. اعتقد برضو لو اللجنه الخماسيه قالت استئناف بطوله الكاس في الفتره ديت اكيد برضو هتكون يعني حاجه جيده جدا للنادي الاهلي، وكمان حاجه اعتقد كويسه كمان للولاد اللي طالعين صغيرين ان هم هيكون عندهم فرصه كبيره جدا للاشتراك في مباراه الكاس. وزي ما بقول لك وجماهير الاهلي كمان اعتقد بتقول احنا املنا كمان في الثلاثيه، عيننا على البطوله الافريقيه، لكن انت عارف انتوا لما بتخشوا النادي الاهلي لما بيخش على اي بطوله بيكون الهدف الاول هو احراز البطوله. طبعا يا كابتن والله حضرتك قلت يمكن نقطه مهمه جدا، ان الراجل جاي بيقول انا ان شاء الله احنا نحقق كل الالقاب اللي احنا بنخش فيها ان شاء الله قدام. ان شاء الله بالدوري الحمد لله عندنا كاس مصر، عندنا بطوله افريقيا، عندنا ان شاء الله كاس سوبر ان شاء الله افريقيا، عندنا كاس سوبر مصر ان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله يكرمنا ونقدر ان شاء الله نحافظ على الثلاثيه بس الخماسيه ان شاء الله. النقطه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها عن سبب كاس مصر، اعتقد يا كابتن احنا يمكن الراجل اتكلم واحنا كنا عندنا برضه اجتماع قبل الماتش مع كاس سيد وكابتن مسلماني وجهاز، ان احنا كان عندنا التصور يعني هل هيبقى في ماتشات كاس مصر ولا لا؟ فاعتقد يعني هتبقى صعبه يعني، لان انت عارف حضرتك عندنا اجنده دوليه، المنتخب عنده مباراتين مهمين جدا، واعتقد هيبقى صعب ان احنا نقدر يبقى فيها لها ماتشات يعني. لكن احنا ان شاء الله الراجل بيشتغل على الكلام الثاني يعني اللي هو ايه زي ما حضرتك عارف يعني ممكن يعمل طبعا استعداد مصغر من خلال برضه معسكر، ممكن من خلال ماتشات وديه يشوف فيها اللعيبه ويجهز اللعيبه اللي كانت بعيده. فاعتقد ان ده الاتجاه الاقرب يعني، لكن احنا كنا نامل طبعا ان يكون في ماتشات كاس مصر كانت هتبقى مهمه بالنسبه لنا، ان احنا هنقعد دلوقتي حوالي 27 من غير اي مباريات يعني وبعد كده صعبه جدا طبعا يعني. طبعا طبعا يعني صعبه، لكن انت عارف حضرتك يا كابتن قدر النادي الاهلي دايما قدر لعيبته، انت لازم تلعب اي ظروف يعني ان شاء الله. احنا كنت عايز تلعب المباراه النهائيه يوم 6، كنت لسه بتكلم يمكن من ايام ما كانش لسه كان في جدل على تحديد الموعد النهائي، وكنت بقول يعني من وجهه نظر الشخصيه ان كان الافضل على المستوى اللي انا كنت شايفه النادي الاهلي على المستوى المعنوي والمستوى النفسي ومستوى الاداء احنا كنا مستعدين بشكل كبير. كنت تتمنى المباراه تتلعب يوم 6 يا كابتن؟ طبعا طبعا كابتن، حضرتك طبعا نجم كبير وعارف ان اللعيب لما بيوصل لحاله فنيه وبدنيه وخلقيه وذهنيه عاليه اعتقد بيبقى عامل فرص كبيره يعني. لكن ده قدر ربنا زي ما قلنا كابتن، وهي عالي ربنا مأخر برضه صحيح التحديد. صحيح احنا دايما بنستعد بشكل كويس سامي. يعني كل تأخيرا يعني خير الحمد لله خير احنا متعودين ان النادي الاهلي بيستعد دايما بشكل كويس لاي اي ظروف، وزي ما قال كابتن سامي في دايما بلان اي وبلان بي وبلان سي طبعا. كل دوت يعني تخطيط يعني على اعلى مستوى، وعارف انت المتغيرات الكوره صحيح صحيح طبعا طبعا. وهم اكيد لاعبتنا يا كابتن سامي على قد المسؤوليه وقد ايه شايفين ولامسين جماهير النادي الاهلي ازاي يعني متعطشه للبطوله دي اكيد يعني. والله فاهم اللعيبه كلها ومجلس اداره وما طبعا والجهاز الفني كلها عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، ومفيش حد عمره ما يعني مش هيقلل من جهد اي حد فينا او اي حد يقدر يطلع اي جهد او اي تعب عشان فرح النادي الاهلي والمنظومه دي. فاللي احنا بنواجهه اللي احنا هنقاضي كل اللعيبه كل المنظومه نفسها ان احنا ان شاء الله عشان نفرح جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ده هو اللي بيستاهل كل فرحه يعني وكل بطوله وكل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمها لنا ونفرح كلنا زي فرحه امبارح كده ان شاء الله. مبروك شاء الله. مبروك يا كابتن سامي وبالتوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وباذن الله كلنا ثقه فيكم في اللعيبه في الجهاز الفني تحاولنا ان شاء الله نتائج جيده على المستوى الافريقي باذن الله ان شاء الله.